السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم كاسر من قناة متر الرياض. حبايبي صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم معنا 4000 شدة ورح نفتح على القيت يلي نزل معنا هذا الباكيج، ورح نشوف قديش بيصرف معنا هذا الباكيج. على ما اظن رح يصرف بحدود 3000 ل4000، لانه في نقاط لمرحلة الالف. يعني اللي بعرفه انا كل سحب مثلا اللي هن 200 شدة بنطينا حسب شانس، مثلا حظ اللي هو 150 نقطة 80 نقطة 70 حسب. انا بعدني مش فاتح عليه ولا اشي، وخليكم معنا شباب لاخر الفيديو. بسم الله ومنورينا سيكو مدني. هلا فيك شباب حبايبي، يلا فيك يا غالي. يلا يلا خلينا نبلش نفتح وبسم الله. يلا يلا، وهي اول فتحة بحظك. يلا بسم الله. روح يا غالي روح. 100 نقطة ماشي، اعطانا 104 نقاط. حلو 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 100 حلو. قاعدين نتقدم بسرعة، المفروض تجمع ال... طيب خلينا نكمل. ايوه ايوه مرة. حلو شايفين، يعني هون انطاني 118 نقطة، الفتحة اللي قبلها انطاني 80 حلو. نقطة. طيب هاي 110، هاي 100، يعني لازم نوصل ل1000 بالظبط. ممكن تطلع لك البدلة عشوائي، يعني ممكن تطلع لك وانت بتفتح كده، بس ده حظ بقى فاهم، لكن انت بتحاول تطلعها مضمون. ما اتوقع رح تطلع لحد اصلا بوكس هي بدهن، ما اعرفش. بالظبط. انا وصلت هيك 1000 اظن، وصلت 1000 انا. طب حلو حلو، البدله اخذناها والقناع والرباط اللي بيتربط على الرقبه ده، هذا هو يعني 1000 شدي بس. ايوه هو هو ده، ما انا بقول لك بيبقى النقاط حظ اصلا، بس النسبة عالية. حلو كثير بجنن يا سيكا يعني، فالنسبة بتاعتها عالية بس كتير حلوة. هو حلو كتير. خلينا نشوف المرات. هاي على الرقبة يعني. جميلة جميلة كتير حلوة. لا والله ده على الرقبة، بتحط على الرقبة. طيب هيك احنا هذا الباكيج هو كتير صغير وخلصناه بألف شدة. فشباب اللي عم بحضرني بنصحكم تروحوا وتجيبوها، صراحة كتير حلوة. بس القط الأسود كتير حلو. طيب خلينا نفتح على باكيج اللي هو تيكن، باكيج اللي هو تيكن، وخلينا نفتح ب 600 شدة. وبسم الله يا شباب، لازم شوي نشوف بمتر تيكن طبعا شوي. قبل ما اخد انا تمام، قبل ما اخذ شخصيه بدي اروح افتح بالمتجر الفعاليات. بنفع كمان يا كاسر، كاسر كمان لما تفتح ب 150 فتحه بيجي لك صندوق شخصيات مجاني، تقدر تختار منه شخصيه كمان. طيب قبل ما ننقي احنا شخصيات خلينا بالاول. بالظبط بالظبط صح كلامك. حلو بعدين نفتح. بس ليه فيش هي فيش إلها، هي كله تحطي، انت فاهم علي؟ بسم الله. طيب طيب هيك احنا يلا بسم الله رب اطلع لك ما طلعش شيء. هيك صرنا فاتحين 42 فتحة تمام؟ 42 طيب طيب معناته خلينا نشحن ونرجع لكم كمان مرة. يلا وهيك شحننا كمان 4000 ورجعنا لكم شباب وبسم الله، وهي بحظ المشاهدين. ويلا يا رب بس. حلو الشخصية كمان، مجموعة شخصية النينا وليامز وليامز. حلو الشخصية طلعت لنا كمان بسم الله يا رب. طيب حظكم يا مشاهدين حبايبي. يلا يا غالية. طيب بسم الله، احلى حظ في الدنيا. ايش هاي؟ هاي الشعبية بمقدار 4. طيب المفروض شانس البدلات المفروض عالي، يعني المفروض البدلات تطلع بسرعة. صح
حلو، خلينا نطرف بس شوي. المفروض يا كاسر انت كده هتطلع لك الصندوق مضمون، إيه؟ يعني كده في بدله جايه لك اسمع طلعت لنا إيه؟ صندوق اختيار إيه؟ اختيار شخصيات. هاي شوي شوي هاي انت فتحت 105 صح فكرت طلعت لي اسمه تمام. اسمعني احنا قول صرفنا هذا الباكج كلياته هيك تقول 6000 شدي تمام، هيك الثلاث شخصيات طلعوا بالظبط. حلو طيب حلو نسينا نشتري هدول. تطلع لك شخصيه وانت بتفتح؟ طلعت لي شخصيه طبعا، ما بقول لك شخصيتين. لا طلعت لنا شخصيه واحده. حلو حلو شوي وقالك صندوقين. هاي شخصيه طلعت لنا بالظبط. حلو صح شوي عشان ما نتخربط. هاي احلى شخصيه بالنسبه لي وراح انقيها. اسمها ايه؟ مجموعة شخصية جين؟ شخصية جين؟ ايوه جين جين هجمال سكن البي بي وهي بننقي كمان رقصة. تمام اطلع اطلع كده اطلع في الباكج خليك واقف في الصفحة اللي فيها الباكج. طيب في جنب كلمة متجر الفعالية نقطة حمراء دوس عليها. يلا شوي بس هيك نخلص القصين. حلو البخاخات منيحة كمان. ماشي ماشي. خلص خلصه تمام هيك. يعني احنا جبنا الشخصية الثلاثة نضيف كمان رقصة. حلو تمام هيك احنا جبنا كل الباكيج. طلعت لنا كمان مين فيه. جمعت لنا الحاجات اللي انا قلت لك عليها؟ ايوه جمعتن اسا. طيب هيك احنا الاربع شخصيات كل اشي جبناهن الثلاث شخصيات نقول 6000 شدي وباكج القط الاسود كمان طلع ب 2000 شردي 2000 1000 مش عارف يعني بس كليات وهدول بس 8000 شردي انه كثير حلو والحظ منيح وبستاهل يا سيكا صراحه بستاهل. هاي الشخصيه الحلوه وهاي طيب حلوه ومثك كمان زاد ان الباكج اداك واحده ماتريال واداك رقصه مسك واداك شويه حاجات زي الشعبيه والحاجات دي صح والسلاح كمان في سلاح. هاي شخصيه لل بالنسبه لي هاي احلى شخصيه سيك بالنسبه لي طبعا. جين جميله جدا اكتر شخصيه واخد لايكات اصلا كان لعبه تيكن قديم مقدمه كتير. هاي الرقصة اللي أنا جبتها حلوة لا جامدة حلوة كتير. طيب هيك احنا فتحنا باكج القط الأسود وفتحنا كمان باكج اللي هو تيكن هيك خلصناهن التنين وهون بنكون وصلنا نهاية الفيديو شباب وبتمنى يكون عجبكم الفيديو وإذا عجبكم الفيديو شباب ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات مشان يوصلكم كل شيء جديد حبايبي وكان معكم كاسر من قناة متر رير يلا سلام.